وأكد الرئيس السيسي أن هناك خطة لتجاوز الأوضاع الصعبة، مشيرا إلى أن الأمور ستصبح أفضل الفترة المقبلة. وأضاف الرئيس السيسي أن الدولة مستعدة لتحمل مسؤولية تحقيق التوازن والانضباط في أسواق السلع. الناس اللي بتشتغل في القطاع الخاص فيما يخص السلع، احنا لما جينا مش يعني من قبل مني حتى، لما قالوا اقتصاد وآليات سوق حر كان الهدف منها ندي الفرصة للكل، والحكومة تراجعت عن هذا الدور، وسمحت للقطاع الخاص. فطبعا بدون شك أنا بعترف أن الفترة اللي فاتت كانت فترة صعبة، بس الفترة دي الحمد لله رب العالمين احنا تجاوزناها وبقى في استقرار في كل شيء. فأنا بتكلم على أن احنا دكتور مصطفى لو الأمور سواء كان نحن نحيي موضوع الاحتكار والمؤسسات اللي هي المعنية بهذا الأمر، أو أن أنتوا تخشوا خدوا 2-3 مليار هاتوا بيهم سلع، وتبقى المؤسسات الدولة هي اللي بتقوم بالدور عشان تعمل توازن في السوق.